J'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour cette deuxième vidéo, qui m'a dit le harcèlement sexuel. الا غالب حنا عندنا حنايا هذا هو العقليات. كلموني بعض الاصدقاء وكلموني بزاف الناس وقالوا يتكلم شويه على هذا الشيء هذا وكيفاش نحاربوا. قبل ما نقول لكم ساعه بلي مانشستر سيتي راهو متعادل مع دبليو في بي ار بور انستون 1-1 48 دقيقه من الشوط الثاني. محرز راهو ما يلعبش. محرز كان لعب عطاه لا شونس تاعو غارديولا قداه من خطره وما يعني ما نعدش بلي لازم يكون تيتولار الحق. يعني لي دوماتش اللي عدا ولعب تيتولار مي ما دارش حاجه يعني اللي نقدروا نقولوا لومو على غارديولا علاه حطو في الاحتياط. كان شويه اون بيست دو فارم ولا ليستون بون ليستون ما يلعبش. لا كما قلت لكم لو هارسيلمون سيكسيوال ايت ان فيتابل كاستيت اون الجيري. دي زامي اي مون دوموندي دو بارلي سور سو سوجي اي ديسيي دو تروفي كومون اون بو لوتي كونتر سو فليو. سو ني با بوسيبل ان فرانشمون بور موا سو ني با بوسيبل دو لوتي كونتر سو لو هارسيلمون سيكسيوال اون الجيري. اون نو بو با. Pourquoi on ne peut pas? Moi, je vais vous dire tout de suite. Puisque si par exemple, une femme, elle va directement dire à son mari ou à son frère que voilà ce que j'ai eu, alors là, c'est la catastrophe. Le mari ou le frère ou l'oncle, je ne sais pas, il peut faire un crime, hein, pour cette... Pour la simple raison que un gars, un monsieur, un inconnu a, hein, donc, s'est approché de cette femme-là. باش يفهموني الناس عدة الناس اللي تكلموا معايا وصحابي كانوا لي ودي يتكلم شويه على هذا التحرش الجنسي هذا وكيف نديروا باش نحاربوا هذا الافه هذه. انا بصراحه انا شو بيسيميست قلت لهم ما نقدروش نحاربوا خطرش عليه. اليوم ما كانش غير المراه المهبوله اللي تروح تقول لراجلها باللي راهو واحد قبيلتك عديت راهو قال لي كلمه مش مليحه ولا راهو جا قال لي هكذا وهكذا باسكو راجلها راح يولي كي يسمع الكلمه هذا راح يولي مهبول ويروح يدير جريمه ولا خوها ولا باباها. هذه الاولى. ثانية كنروحوا للقانون والمرأة تروح تشكي ما نقولش الناس كل مي قادر هذاك اللي تشكي له بعد راح هو بعد يتحرش بها. سامحوا لي هذا هو نقول لها الحاجة فو دير لا فيغيتي فو بارلي كوم سا.
وللاسف للاسف الشديد للاسف الشديد الفكير هذو تاع تحرش هذو كي حتى كي تكون في الزقاق هكذا برا ولا منا انا نقول للنساء مات كيما قال واحد ما تردوش ما تصديري فبا واحد يتكلم معاكم كلمه هكذا ولا منا انتم تحبسوا عنده انا نقول للنساء ما تحبسوش باسكو هو بعد ماذا بيه باش تحبسيلو حتى لو كان يقول لك كلمه مش مليحه الا غلب ما تحبسيلوش خليه يهضر واش يحب كيما نقول واحد كون لا كارافان باس هاكم على بالكم الناس تفهم المشكله اللي وانا جيها هي في الاداره كي تروح مرا مسكينه للاداره وهذه ديما تصرا اشباه الرجال انا نقول لهم بعد اشباه الرجال باش ما نقولش ماهمش رجال اشباه يشبهوا الرجال كيما قال الواحد يبروفيت بهذيك لا فونكسيون تاعو يخدم في اداره في بلديه يخدم حتى على جات نقمه يتحرش بالمراه اللي جات بالنقمه نتاعها علاش باسكو هو شبه راجل لو كان جا راجل كومبلي وجا راجل قد انسان اللي يحب كيما قال الواحد يتكلم مع امراه ولا ما يتكلم معاها بشخصيته هو ما تخليش حتى تجي الاداره باش تطلب هذيك الحاجه نتاعها ويولي هو يتحرش ويولي يهضر حوايج اللي ما عندهم حتى معنى وشفنا مديرين اشبه الرجال حتى هما يديروا حوايج يعني نتاع طفيليات نتاع ذراري انا كراجل نحشم منهم نحشم كي نسمع حوايج كيما هادو نحشم ديريكت نحشم والله غير عيب عليكم هاد اشباه الرجال والله غير عيب عليك يا المدير ولا يا كيف اسمه وكيل الجمهوريه ولا يا النايب ولا ما عرفوش تكون اللي تجيك مرا وتولي تولي انت يا بعد هي تجي تشكي لك وانت تولي انت بعد اللي تولي تخدم خدايم نتاع 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 الدراري حتى الدراري ما يخدموهمش عيب عليكم والله غير عيب عليكم نحشم انا في بلاصتكم والله غير نحشم لو كان كنت راجل وكنت صح في حل صح وكل منا كنت ما تخليش حتى كي تكون في الخدمه نتاعك ما تنجمش تدير الفكير هذا باسكو نو كي تكمل خدمتك وتروح كيما قال واحد وتضل لابس فيستا وسروال ومن هنايا وتحب تروح تهضر مع كانش مراه ولا تهضر من هنايا تهضر معاها بشخصيتك اذا ما راحت تتكلم معك حاجتها وتكلم معاها واذا ما حبتش تتكلم معك عيب عليك كيما قال واحد خاطرش الراجل في حل لو كانت المرأة تقول له واشيها منه ومنا نورمالمون تحفر الأرض يخش بها يخش في وسطها مرة تبخسو وهو والله يضحك هو يرجعها على الضحك خاطر يشبه للرجال موش راجل بالكلمة هذي يشبه عيب عليكم سيرتو هذو المسؤولين هذو ولا هذو اللي تلقاه رئيس كيف اسمه تاع كيف يقولوا رئيس تاع مصلحة ولا وانا ما رئيس مصلحة اللي يكون سوبيها سمحوا لي هذاك هو مش مصلحة هذا المصلحة فيها ناس اللي يحتاروا روحها واش نقول لكم يا نساء مت على بالي كي تشكيو تولي في مشاكل ما تشكيوش باسكو كي تشكيو بعد تروحوا له 90% نتاعهم يولي هما بعد يوليو يتحرشوا بكم تروحوا للمكاتب انا نقول لكم عاش تروحوا للمكاتب وحدكم لادمينستراسيون عاش تروحوا وحدكم دي معاكم خوك دي معاك راجلك دي معاك اي واحد دي معاك كيما قال واحد ما على باليش انا دي معاك اي واحد وما تروحيش وحدك كيف بور لي ميديسان ما تروحوش وحدكم باسكو تلقاو اشباه الرجال طبا اشباه الرجال باسكو شفناهم ونعرفوهم ثاني بالاسم نعرفوهم بالاسم ما تروحوش وحدكم ما تمشيوش وحدكم خيرو اذا لقيتو للاسف انا ما نشجعش الفكر هذا نقول انا المراه روحي شوفي كيما تلقاي طبيبه مراه انا ما نقولش كيما هك انا ما الطبيب يقدر يداوي المراه ما حتى مشكل بصح كي يضل راجل ويضل في حل ويضل عنده الضمير تاعو عنده المهنه نتاعو وينجم يقول باللي حتى هي حتى المراه نتاعك تقدر تروح للطبيب حتى هي اذا انت باكزومبل اخصائي هي تقدر تروح لسبيسياليست وماذا بك تروح لسبيسياليست هذاك سبيسياليست لازم يكون حتى هو كيف اسمه يكون راجل ما يكونش يشبه للراجل وعلى هذا انا نقدر نمد نصائح برك وما نقدرش نقول لكم روحوا تشكيو باسكو بور لاستون ما تقدروش تشكيو ديجا القوانين تاعنا كتشوف يقول لك كي
لو كان تسامح خاطرش غدوه طاح يشكي وغدوه من هنا تسامح كي تجي قال السماح قال ما كانش متابعه. شنو القوانين هذ نتاع الريح؟ دونك الوقايه خير من العلاج. مادامكم انا ضد الحجاب وضد الخمار، بصح انا نقول للناس في الجزائر البسوا موش غير الخمار والحجاب، زيدوا ديروا حتى القشاشم على ارواحكم وديروا القواطن على ارواحكم. انا راني ضد الحجاب باش نتفاهموا مليح، ضد الحجاب وضد الخمار باش نتفاهموا، خاطر انا نقول بلي الحجاب والخمار في القلب ماهوش في اللبسه. وكان مراه كيما قال واحد تقدر تلبس لها حتى تدخل عليها دير لها خمار وحجاب وفكير هذوك تاع تدخلها عليها بشرليه، ما كان ما ينفع والو. دونك سي لا و سي و دون لا مونتاليتي، سي دون لا مونتاليتي كي سا سباس، تو سا سباس دون لا مونتاليتي. دونك انا ضد الحجاب وضد الخمار، مي نقول للنساء ديروا الخمار وديروا الحجاب وديروا دوبليو خلاص دوبليو، خاطرش معنا الناس اللي غالب عليهم ماهمش لا غالب، هذه هي لا مونتاليتي لا غالب. هو نورمالمون هالفكير هذا يبداو من المدرسه، من المدرسه نبداو نتعلمو، من المدرسه نبداو نتعلمو هالفكير هذو باللي رانا ما نقدروش نتكلمو حاجه ماشي مليحه مع مرا باسكو عيب، سيتي نونت سيتي نونت. كيما قال كيما اسمو والله غير يعني واش نقول لكم، ساعات ساعات نجبد حوايج هكذا اللي كنا قال نعطيكم عنده الحق. كيما قال واحد الزميل قال اذا لقيت عربي في كانش بلاصه من لقيت واحد في كانش بلاصه مش عربي، اذا لقيت واحد في لندن ولا في باريس ولا منا في عقاب يجي في عقاب مرا راهو عربي، اذا لقيت واحد منا راهو عربي. في الحوايج كل فينا حنا، الوك حنا نسبونا كيما قال واحد بوليستون العرب، الوك حنا ماناش عرب. هذه ما تلقاوش ما تلقاوش ان فرونسي ولا واش يقولوا بريطانيك ولا امريكا يمشي وراها مرا، عمرها ما صرات والله، عمرها ما تجي والله، عمرها ما تصرا. مي عندنا حنايا ماهوش غير يمشي، ماهوش غير هي راهي خاتيتو وتمشي مسكينه، هو يجبد فيها من لورا السنين نهضر معاك السنين نهضر معاك. سي سون دي مالاد لا غالب نورمالمون، مش دي مالاد واش حكي، ما نروح ونرجع للدكتور العالي اللي قال لي لازم نديرو واش يقولوا تريتمون كوليكتيف، عنده الحق قال كلمه والله جابها من الكتاب. واش عندنا واحد ولا زوج ولا يا غاشي كومبلي، واش نداوي فيه غاشي كومبلي واش تداوي فيه؟ حتى الانسان اللي تروح تشكيلو زعما وعنده منصب عالي تلقاه اكثر من الاخر، والله تلقاه اكثر من الاخر والله العظيم. دونك سي با لا بان، سي با لا بان لا تشكيله والو. كيما قال واحد يسيي باش تمشيو كيما قال واحد كي تروحوا للادارات ولا حاجه ما تروحوش وحدكم، وهذا هو شو خليو رجالكم يروحوا للادارات، خليو ولادكم يروحوا للادارات، نتوما ما تروحوش مادام الادارات مسخين، اسمحوا لي مسخين، هذه مش هما اللي مسخين، فيهم الوسخ، كي نهار ينحيو الوسخ هذاك بتاتا تنجمو تروحوا، مي دوكا ما تروحوش. يعني هذه هي لا ريبونس اللي نقولها للناس اللي يقولوا لي اهضر على التحرش، هذا هو باسكو قلت لكم ناس شبه الرجال يستغلوا المنصب نتاعو، تجي مرا تطلب مسكينه كارت ولا تجي من هنا، كانوا حتى وين شفنا اخرين يبدلها يقولها ارجعي لي نهار اللي واحد ما يخدم، كانوا حتى اللي قالوا نروح انا بالجمعه، وكانوا حتى اللي قالوا روحي لي بعد شوف يعني خارج دوكا مانيش قاعد روحي لي بعد الخمسه اكيد تلقيني هنا عندي خدمه نرجع عندي لهنا. شوفوا هذيك العقليه هذيك تاع الناس هذو، هاد الناس شبه الرجال سامحوا لي انا نقول هكا بالكلمه هذه، والله والله يا اللي دار هالشي هذا وراهم كاينين وبالك يسمعوا فيا راكم شبه الرجال وماكمش رجال، خطا لك واجي راجل ما ديرش هالشي هذا باسكو توالم اختك ولا توالم مرتك انت بعد ولا توالم من هنا ما تحبش واحد يدير لها كيما هكا داخل في اداره. لا 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 حتى كي تكون الاداره نتاعك عيب عليك تهضر هضره كيما هذه، عيب عليك ولا هذو جماعه المحامين هذو كيما هكا الواحد يخرج كرشو كيما هكا ويبدا يبلاكي محامي نتاع الريح محامي نتاع الدراهم نتاع ونعرفوه ثاني باسم نعرفوهم باسم تليمانير. انا كصحفي اني ما نطلقش الناس هذو اللي جابوا ربي اني ما نطلقوش باش نظلم ما نظلمش، بصح اللي تفضح والله لا نخليه والله لا نخليه، علاه باسكو ما يحشمش
نهار تفضح وتقع فيها مشاكل وتقع فيها كما قال واحد اونكير تقع فيها منها والله لا نخليه والله لا نخليه لو كان يكون وش يكون بعد علاه باسكو ما يحشمش نورمالمون يقول عيب عليا حتى انت حتى يقول حتى انا عندي اختي حتى انا عندي ما حتى انا عندي زوجة تاعي حتى انا عندي بنتي تروح نشتي انا واحد يلا كيما هكا محامي تلقاه زيه وكي زي حتى الكلب خير منه سامحوا لي وش هو انا نعطيكم نهضر على بعض الناس نعرفهم انا وجهه والله يا تجيب وجه الشيا والله غير خير منه والله وكي عاد عطى له الزهر ولا كيما قال واحد ولا محامي هو نورمالمون ما يستاهلش حتى يكون عساس يصبح يدوح في داك الفوطي نتاعو وين جهه مرا ولا حاجه يبدا يتكلم بالكلام نتاعو هذاك اللي واحد يسمعو يحب يتقيه يحب يتقيه والله العظيم غير يحب يتقيه يقولوا كي يقولون النساء واش كان واش راه قال لهم ومنا والله غير ساعات انا نحب في بلاصه نحب نتقيه عيب 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 والله غير عيب روحوا شوفوا سيادكم في طونجي راه يديروا كيما هكا روحوا هزوا ديروا فيزا روحوا شوفوا سيادكم لبرا سيادكم نقول لكم انا سيادكم خطاش سيادكم عمرو ما يديرها شي هذا لا طبيب لا محامي لا وكيل جمهوريه لا نائب العام لا واش يقولوا الريان والله واش يكون بعد في بلاصتو عنده قيمه عنده احترام عنده ما يقدرش باسكو عنده اون بيرسوناليتي هو حتى كي يحب يشوف حاجه يشوفها بلا بيرسوناليتي نتاعو بشخصيته ما يشوفهاش بالمنصب نتاعو وحتى المنصب نتاعو يستاهلو جابو بالقرايه نتاعو جابو بالفهم نتاعو ما جابوش كيما حنايا بالمعرفه وجابو به يعني كيما قال واحد والله غير فريمون يعني كي يجيو الناس يسمعونا كاش على ساعه كي يقولون الناس على حوايج كيما هادو كانوا نساء مساكن يحكيو لنا كيفاش يصراو لهم كي يدخلوا عند الطبيب ولا عند منا ولا عند باش يروحوا باكزومبل هكا الاداره وهذوك الكلمات اللي يقولون لهم الناس هذوك يعني فريمون سي 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 سي, سي والله غير عيب عيب والله غير عيب والله غير عيب عيب ديركت صافي واحد كيكون راجل ويسمع كلام كيما هذا نقول لك الحق ما انا ما نتصورش واحد يكون راجل ويهضر كلام كيما هذا والله ما نصور والله ما نصور عيب باش واحد يولي يهضر كلام كيما هكا باسكو نورمالمون نورمالمون هذه يعاقب عليها القانون هذه بصح في البي ديفلوبي في البي اللي يحترموا ارواحهم مسعد حنايا سامحوني حنا ما غير ما غير ما كان لا تروح تشكي ولا يا مدام غير ما كان لا تروح تشكي ولا يا بنتي غير ما كان لا تروح تشكي باسكو راه هذاك اللي هذاك اللي راح تشكي له هذاك بعد راه هو بعد راح يولي اكثر من الاخر دونك سي با لا بين سي با لا بين انا نصحكم سي با لا بين سي با لا بين ما كان له دونك كيما قلت لكم تفادوا هذا ال تفادوا باش تروحوا وحدكم ما تروحوش ما تروحوش كيما قال واحد ديو معاكم ولادكم ديو معاكم رجعتكم كسوا عند هذو المحامين تاع الريح المحامين تاع الريح ولا الاطباء تاع هو بعد ما داوش حتى روحو كيما قال واحد ما يداويش حتى روحو ولي فري ميديسان مساكن والله العظيم تلقاه الله تلقاه نورمال تلقاه مسكين ما يقدرش يقول كلمه يعني اللي الاخر يعني والله ما تلقاه عنده الحق رضا كيف اسمه هو مالك انا ما نفهمش انا وياه في بعض الشيء يقول شوي هو يقول لي شوي اسمح 35 او مش عارف
80 شخص الإنسان العربي لما نعمل إحصائيات على الإنترنت حيث يذهب العرب، ما جاء أخذه شرطي أخذه على الإنترنت وقال له أبحث، توجد أنه أغلبية المواقع التي يبحثون فيها مواقع عن خلاعة الواقع العربي الآن واقع منهزم، واقع في الحضيض، نحن مهزومون سياسيا سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى نفسيا وخطاب المؤامرة الذي يتحدث فيه، كل شيء نرميه على الآخرين، كل شيء نرميه على المستعمر. ماذا لدى مصر الدولة العظمى؟ أنت أسألك. نعم. ماذا لدى مصر؟ ما عندها شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء، عندها لا 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 ترمس، أقولها بسخرية تامة، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هي تعيش على المساعدات الأمريكية، لو تقطع عليها المساعدات الأمريكية يجوعون، لأن مصر لا تستطيع أن تدخل حرب من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية العسكرية، ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولا تستطيع. ألم تنتصر في بعض الحروب؟ لم تنتصر أصلاً، لأن حيث 70 انتصار هو هزيمة أخرى. لم تنتصر، لم تنتصر وتبعتها معاهدة كامب ديفيد بعد سنوات قليلة، لم تنتصر أصلاً، ولا توجد على دولة عربية حققت انتصاراً في العصر الحديث، ولا يوجد أي انتصار يمكن أن يذكر، كلها هزائم ونحن نسوقها على أساس أنها انتصارات. كل فشلنا نرميه على الاستعمار، كل فشلنا نرميه على 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 على, على الغزاة، نرميه على الآخرين، ونحن أصلا داخليا فاشلين. الإنسان العربي أصبح إنسان متآكل، أصبح لا يفكر. لو تراهم في الغرب، كيف الإنسان العربي يفعل؟ كيف يعيش الإنسان العربي؟ والله يعطي نموذج سيء. إذا تكلمت عن اللص فهو عربي، وإذا تكلمت إذا وجدت شاب يطارد فتاة في شارع لندن أو باريس أو غير فهو عربي. وأي كل الأخلاق السيئة وكل الأشياء السيئة موجودة في الإنسان العربي. دونك هذا كان أنور مالك زميل صحفينا ما تهمش نوية. على كل حال هو يهضر هضرات يعني الشيء اللي قالوا كل يعطيه الصحة. مي نهار قال باللي تمازيغت ما هيش لغة، ويقول لي شوي من ثم أنا وياك كما قال واحد قلت له سامحني. على كل حال أنا تمازيغت تبقى هي اللغة تاعي الوحيدة اللي ما نجمش نبدلها حتى بآلاف تاع اللغات. مما سي با اون لونغ دو سيونس، أنا ما قلتش باللي تمازيغت هي لونغ دو سيونس كما يقولوا الجماعة اللي يحبوا يرجعونا للعربية كما قال واحد ما نعرفوا شي هو، دروك هي العربية لازم نديروها غير كيف اسمه الشعر ونشعروا بها ولا نصليو بها. هذا ما كان، انا ما نقولش بلي التمازيغت راهي كما قال واحد نو مي لغتي تبقى لغتي، اصلي يبقى اصلي، عمري ما نبدل اصلي. لو كان يعطوا لي مليارات ما نبدلش اصلي. كما كنتوا تسمعوا فيها شفتوا كيفاش امبوسيبل تلقى ان فرونسي ورا امراه، امبوسيبل هذه عمرها ما صرات. داير دور هذه نتاع واحد يمشي ورا امراه ولا منا الا عندنا احنا في الجزائر، الا عندنا احنا، ولا يحشموا ولا يجعل مرا خطيته هو روي جايب بديك الطوموبيل اللي شراها بسرقه ولا شراها من عباد الداه ولا ما نعرفش هو ولا عطاولو ما نعرفوش وجاي. ايه روح انت، ايه روح تيش روحك على كيف تهنى من عمرك يا ليك، روح. النتيجه مازالت مانشستر سيتي هدف ودبليو في بي هدف دقيقه 70. كيما قلت لكم يا جماعه لا غير بور لانستون ما نقدروش نحاربوا هالفه هذه، لا غير سي دون لي مونتاليتي. نهار ان شاء الله نعاودوا نروحوا للمدارس نتاعنا ونبداو نقريو لولادنا ونقريو الناس كذا في كيف اسمها كيف يقولها ليدوكاسيون سيفيك، ها ماشي ليدوكاسيون اسلاميك، باسكو ليدوكاسيون اسلاميك ما تجيب والو، تجيب الريح فرات كاين والو ما تجيبلك حتى حاجه. نهار كي نقراو ولادنا في ليدوكاسيون سيفيك باش الانسان كي طفل في المدرسه يقعد مع الطفله يعرفها بلي هذيك الطفله هذيك راهي كي اللي اختو، ما عندها حتى ما عنده حتى مشكل معاها، خلاص وعلى كي اختو يخرج معاها ويلعب معاها. عليكم بلي اون اوروب كي اونترينيو يخلطوا ما بين لي ماسكولين ولي فيمينان، تلقى الاولاد يخلطوهم باغ اكزومبل تلقى هما يا اخي 11 جوار يديروا 5 جوار نساء و 5 ويونترينيو مع بعضهم يلعبوا مع بعضهم، ما عندهمش حتى عقده، خلاص ما عندهم والو، ويجيو يسلموا على بعضهم ويجيو نورمال كل ما كان والو. ريال 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 حنا اليوم المراه ما تنجمش تدخل تشرب قهوه في القهوه، لا يجوز قالك. روحوا تشوفوا سيادكم كيفاش عايشين، اخرجوا تشوفوا سيادكم كيفاش عايشين،
وروحوا النساء هذو اللي راكم كيما تشوفوا نتوما روحوا تقهوا في لندن ولا تقهوا في غرود بريطاني ولا تقهوا في فرنسا ادخلوا القهوه وروحوا تراه كيما كان واحد يجي يقدر يتكلم معاكم ولا يقول لكم كلمه زايده ولا يقول ولا يجي واحد يقول لك نقعد في الطابله معاك ولا يجي واحد يقول لك واش هو هذا ولا علاه باسكو عندهم الدوله قايمه بريميرمون الدوله قايمه واحد هذه الاولى وعندهم لا مونتاليتي نتاعهم ثاني في المونتاليتي تاعهم عندهم في المونتاليتي قراو قراوهم وتعلموا سيني با لو كان تاعنا هنا الغل سي فريمون سي الغل لو كان هكا علاش باسكو حتى هذو ما جاوش كاك يعني جاو بالعلم جاو بسافوار جاو الناس ما يقدرش يقول لك كيفاش انا المرة خاتتني داخله تشرب قهوه نجي انا نومير ديها ولا نجي نقولها وشكون انت ولا نجي دابور ما تعرفكش مازال تحت الهضره ما تهضرش معك ما تهضرش معك خلاص ما تعرفكش وحتى كي حتى كي تشوف معاه تقول لك بونجور تقول لها بونجور حنا لو كان تقول لوحده تقول لواحد بونجور هي والله يجيبها في عقبها حتى كي تروح يبقى قاعد في الشوكه ما يخش خاطرش علاه باسكو سون دي مرض ناس مرض لازمهم يداويو لازمهم يداويو لو كان تشوف اليترونجي واحد يجي في عقاب وحده تو تعيط الشرطه تو تشوي هي تقول لك واش تقول لك السيد راح يضربني ولا راح واش كاين ولا واش ولا يسرقني ولا ما عندهاش حاجه اخرى نتاعنا حنا الحاجه الاخرى خلاص نجيبوها هي الاولى ولهذا انا ننصح الانسان ننصح لي فيه ما تروحوش وحدكم ليزادمينستراسيون ما تروحوش وحدكم ليزادمينستراسيون ما تروحوش وحدكم عند ليزافوكان تاع الريح رانا عيط لهم ليزافوكان تاع الريح هما بعد ما يقدروش يدافعوا على الارواح حاشا اللي ما يستاهلوهاش باش بيان سور ما تروحوش كيف اسمه مع وحدكم الاطباء تاع الريح ثاني كيف حاشا اللي ما يستاهلوهاش باسكو كانوا اطباء بكل احترامات ليهم يعني فريمون في المستوى في المستوى مقلال يتعدوا على الاصابع يتعدوا على الاصابع هو بعد كي يشوف مره جايه شويه هكذا كيما قال واحد ماشي مريضه راه من يقولها كيما كيش مريضتي واش هكا واش جايه واش جايه لا لا اي يقول لها روحي اي خرجي خرجي ينبصح الاخرين هذو كيما قال واحد اللي شبه الرجال هما اطباء قد يقفل الكابيني وما يخدمش على ذات هذيك المره هذيك قدر يقفل الكابيني باسكو استا مالاد استا مالاد هو عنده بكري كيما قال واحد بكري كنا الطب نقولوا حكيم يا حكيم باسكو حكيم صح دوكا ولاو دي ميدسان تاع كيما قال واحد تاع على كل حال ما نطولش فيها الفكره هذو الناس يتبعوا فينا ما نحبش نقول حوايج مش ملاح نقول برك اللي فام هذو الا غالب كيما قال واحد هذه هي بلادنا حاولوا ما تروحوش وحدكم حاولوا كي تحبوا تروحوا ديو معكم ديما راجل ديما معكم ديما منا باسكو راهو عندكم اشباه رجال ها ما يخليكمش ترونكي النتيجه مازال ديما واحد مقابل واحد دقيقه 74 ما بين مانشستر سيتي و دوبل في ا راح يكون رومبلاسمون واش محرز راح يخش لا محرز راح يخرج راح هو خير راح يغسل لوي كي با رومبلاسي نشوفو تراش كاين دو رومبلاسمون بيتيتر محرز راح يولي يدخل في الدقيقه الاخيره ربع ساعه الاخيره دري يبقى دو رومبلاسمون غارديولا راهو حاكمين هوني شك واحد بواحد مع بورتون فريق سهل فوالا محرز يدخل في دقيقة أو سي با فري نعرف اللي تما نشوف شنو لازم نبدل الوضع والله لازم نبدل الوضع راه والله كاين حوايج ما نعرف على كل حال دقيقة 75 دقيقة 75 النتيجة مازالت هدف مقابل هدف وما شفتش مليح جو جو اللي خش ما نظنش كان هو محرز جو بونس با دونك جو نو بونس با
فور لانستون راني ما شفتوش صاحبي دخلوا دو جوار مي ما نظنش كان يكون محرزه جو بونس با حتى نزيد نتاكد مليح من بعد. خاطرش كي جاي يدخل كي جاي يدخل في سي لاتوش بون انا شفتو محرز مي الشي لي شفتو ما نظنش كان يكون هو. هذا هو نكون ان شاء الله بدات هو خاطي هو هو خاطي هو بون بدات سي با لوي وي كي شفتو ويت خاطي هو يا دو يا دو رومبلاسمون يا دو رومبلاسمون اون با فوار يا ان كورنر بور مانشستر سيتي نورمالمون لو كورنر سي محرز كي دوا لو بوطي اذا هو نو ما خلاش خلا واحد اخر على كل لك حل ركنيه طريقه 77 ركنيه ما تبد والو بور لانستا الكره رجعت لوسط الملعب ومازال ركنيه ثانيه ليكيب تاع غارديولا راهي تضغط تضغط مي بدون جدوى لحد الان بيدون جدوى بورتون ليكيب هذه سهله يعني ماشي فريمون اون غراند ايكيب مي بور لانستون راهم حاكمين مانشستر سيتي اون ايشيك بور لانستون. وي موش محرزه موش محرزه سامحوا لي غلطت قبيل باسكو شفتو في لاتوش كي دخل عرفتو بلي موش محرز كان دو جوار نحسبتو حتى هو راح يخش مي محرز ما كانش شغل لا بولوز بور لانستون غلط. ومن بعد كي كنت نضحك باسكو شفت واحد اللقطه عرفتو بلي ماهوش محرز باسكو كان محرز كان راح تقلب عليه الدنيا كامله كان تقلب عليه الدنيا على الجست اللي دارو. يا اخي حنا تويت نروحوا لهذ الحوايج هذو التافهين هذو تويت وكيفاه يدير هكا وكيفاه يدير هكا وكيفاه يدير هكا فوالا دونك ما نطولش عليكم نقول لكم تصبحوا على خير ان شاء الله غدوه نزيدو نتكلموا على دور سوجي اللي يهمو الجزائر والجزائريين. سامحوا لي اذا قلت يعني حوايج كذا منا مي سي لا فيريتي سي لا فيريتي انا ما نقدرش نرك لا فيريتي. تصبحوا على خير. Just a